هبط لي حوايجو، هبط لي حيت لي لي كوشه حتى كيبان لي الدري راه ما طلب الزيت. عندنا واحد الشخص مشتبه فيه دابا راه كيتم توجيه ديال المختبر. كذلك استقبلنا 141 طفل اللي تعرض للاعتداء الجنسي. العقوبات تقدر توصل حتى الاعدام. وكو بقى عنده عي شويه كان يقدر يقتلو وما نسيقش ليه الخبر.